السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة جايين نحكي لكم أكبر موقف غدر حصل في التاريخ محمد علي للمماليك في مسبحة القلعة. المسبحة اللي مات فيها أكتر من 3000 مملوك في يومين بس. بعد صراع طويل بين محمد علي والمماليك قرر ان هو يتخلص منهم. هو كان متمركز في القاهرة وهم كانوا متمركزين في جنوب مصر، فهيوصل لهم ازاي وايه الفكرة اللي يقدر بيها انه يتخلص منهم؟ كانت حاجة جهنمية أول مرة تخطر على دماغ بشر أصلاً إن هو يعمل حاجة زي دي. طلعت في دماغه فكرة إن هو فرق تسد. طب إزاي؟ قالك أنا هطمعهم. هطمعهم إزاي؟ هغريهم بالفلوس والجواري والمجوهرات إن هم يجيولي القاهرة وأعرف أعمل فيهم اللي أنا عايزه. في نفس التوقيت ده قرر إن هو يكون حملة لغزو الحجاز، بس في نفس الوقت هو سايب المماليك في القاهرة. لو هو طلع بالحملة بره والجيش بره ممكن ان هم يحتلوا القاهرة. من هنا جات له فكرة المسبحة، او ان هو ينصب لهم كمين يجيبهم فيه القاهرة، يجمعهم كلهم ويقتلهم. ارسال دعوات ليهم ان هم ييجوا عشان يحضروا حفلة تنصيب ابنه توسون ان هو يبقى قائد الحملة اللي رايحة للحجاز. بدأ في تجهيز الحفلة الفاخرة، طعام وجواري وكل ما تشتهي الانفس، وخلصوا الحفلة من هنا وقام قافل عليهم باب العزب من هنا. وبدأ الجنود ان هم يتسلقوا السور بتاع الباب وبتاع القلعة، وبدأوا يطلقوهم بوابل من الرصاص من كل اتجاه لحد ما مات 1000 مملوك في ظرف ربع ساعة مثلا، كان كلهم على الارض مقتولين. يسكت محمد علي؟ لا، بدأ يطارد نسلهم واصحابهم وكل من له علاقة بيه. قتل منهم 3000 شخص في ظرف يومين بس، كان كل ده متباد، ما كانش فيه اي نسل المملوك واحد متبقي. طبعا القاهرة صارت وقامت والناس كلها نزلت الشوارع، في ايه في ايه بيحصل، ايه اللي حاصل، والناس كلها قامت مظاهرات. طبعا محمد علي راح نازل بنفسه الشوارع، لفها مكان مكان لحد ما نزل الناس كلها تاني بيوتها وهدى الاوضاع واستقر على عرش مصر لوحده بعد ما خلص على المماليك كله. من هنا بدأ محمد علي انه يقمع الشارع المصري كله، ومبقاش في حد قادر ان هو يتكلم معاه، واي حد بيتكلم معاه كان بيترمي في السجن هنا في القلعة. هوريه لكم واكمل لكم بقية الفيديو في السجن. من داخل السجن اهو، وهنشوف ماكيت او تمثال للي كان بيحصل في الفترة دي. قاعد وكل حاجة حواليه، وده السجن من جوه ولا السلام عليكم. وبكده نكون خلصنا يومنا النهارده في القلعه مسبحه المماليك، وعرفنا ايه اللي حصل فيها. محمد علي الله يجازيه بالخير. اشوفكم في فيديو جديد من مكان جديد. سلام.